مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. ملف السيارات ووكلاء المركبات على طاولة الحكومة اليوم. وفي الرياضة، أولمبيو الخضر يواجهون الكونغو الديمقراطية. بداية، يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع هامة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه خلال الاجتماع سيتم تقديم عرض يخص شروطا وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، كما سيتناول مشروعي قانونين حول ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، كما سيقدم عرضا حول مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني ومراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة. نشب حريق مهول صبيحة اليوم الأحد على مستوى مستودع لتخزين الحفاضات بالمنطقة الصناعية الصرول في ولاية عنابة، كما أوضح بيان الحماية المدنية أن الحريق نشب في حدود الساعة 7:30 ولا تزال عملية الإخماد متواصلة إلى حد الساعة. الحريق نشب بأحد مخازن للمادة الأولية التابعة لشركة ليلاس الجزائرية التونسية، وهذا بالمنطقة الصناعية برحال. في الرياضة، يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأحد بملعب الشهداء بكينساشا بنية العودة بنتيجة إيجابية لحساب ذهاب الدور الثاني التصفوي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب. وتسعى العناصر الوطنية التي أعفيت من الدور التصفوي الأول إلى تحقيق أحسن نتيجة إيجابية بالأراضي الكونغولية بهدف الحفاظ على حظوظها كاملة في التأهل إلى الدور الثالث والأخير، ذلك في انتظار لقاء الإياب المقرر يوم السبت 29 أكتوبر بملعب 8 ماي 1945 بالصيف. حطم رجل برازيلي يدعى كارفالو ميسكيتا رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأصبح أكبر شخص في العالم له مقلة عين بارزة للخارج. يذكر أنه أثناء أداء كارفالو رحلته يفقد القدرة على الرؤية لبضع ثواني قبل أن تتمكن عيناه من إعادة التركيز، ويمكنه إخراج مقلة عينيه لمدة 20 إلى 30 ثانية في المرة الواحدة. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.